دانيلا رحمي تنشر صورا جديدة من حفل زفافها مع عائلتها. لن تصدق فخامة الحفل والمكان، عرس الأحلام. قد براه الله من علق ما عسى في حسنه آصي. شاركت النجمة اللبنانية دانيلا رحمي متابعيها على انستغرام بمجموعة صور جديدة من حفل زفافها على الفنان السوري نصيف زيتون، وركزت الصور الجديدة على أفراد عائلتها الحاضرين في ليلة الزفاف، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: مر شهر على اليوم الكبير، وهناك الكثير من الذكريات التي سنعيشها ونحققها، تعرفوا إلى أفراد العائلة. وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال دانييلا وفخامة المكان الذي تم تزيينه بطريقة مميزة وخاصة، خصوصا الحفل الذي ظهرت عليه معالم الترف، وعلق أحد المتابعين واصفا الزفاف بعرس الأحلام. بالعادة بيرحبوا فيها كنجمة، اليوم أنا بحب. الجدير بالذكر أن الثنائي كان قد احتفلا بزفافهما يوم الاثنين في الأول من يوليو تموز بسرية تامة مع عدد قليل من المدعوين من العائلة والمقربين في فيلا في بلدة مشمش بمدينة دجبيل وفق ما ذكرت المعلومات. وبعد قصة الحب الخاصة التي عاشها الثنائي بعيدا عن وسائل الإعلام، دخلا القفص الذهبي بهدوء وبحضور عدد لا يتجاوز 40 شخصا من الضيوف. محلك قلبي محلك، ارتحت لك انا ارتحت لك. وكان قد فرض العروسان على الحفل غياب وسائل الاعلام بشكل كامل، بالاضافه الى منع التصوير، اذ تم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصه لمنع استخدام الكاميرات. حبتني على حالي، عملت كل شيء كرمالي. وشارك الزوجين الجديدين صورا مميزة من احتفالهما بيوم زفافهما عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، حيث شارك كل من نصيف زيتون ودانيلا رحمي بوست مشترك تضمن لقطات من يوم الزفاف، وعلق عبر انستغرام بما معناه: السيد والسيدة زيتون. وكان فستان دانيلا رحمي من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، واعتمدت مكياجا بسيطا وناعما بلمسات خبير التجميل بسام فتوحي. في متجوزين هنا؟ المدام اللي ما بتشوف جوزها بهي